اعتقل الأمن التونسي الجماعة بمدينة مارث من محافظة قابس جنوب شرقي تونس 4 عناصر يشتبه في علاقتهم بتنظيمات مسلحة. وقالت وزارة الداخلية التونسية إن وحداتها بمدينة مارث القت القبضة على عنصر إرهابي اعترف أنه ينوي التسلل نحو بلد مجاور للالتحاق بإحدى التنظيمات الإرهابية بمساعدة عنصر آخر كان يزور تونس وهو الذي تم القبض عليه لاحقا بمدينة بنقردان. وأضافت الداخلية التونسية في بيان صحفي أن وحداتها بمحافظة سوسة إلقت القبض على رجل وامرأة للاشتباه في الانتماء إلى تنظيم مسلح، وبالتحري معهما اعترف بتواصلهما عبر شبكة التواصل الاجتماعي وتناول مواضيع ذات توجه تكفيري. وأكد بيان وزارة الداخلية التونسية أن ما وصفها بالعناصر الإرهابية تم التحفظ عليها لدى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها في الأيام القادمة. وكانت تونس شهدت عدة هجمات من أبرزها تلك التي استهدفت عشرات السياح الأجانب بمتحف باردو في مارس 2015، وأسفرت العملية عن مقتل 23 شخصا وجرح العشرات أغلبهم سياح من فرنسا واليابان وإيطاليا وكولومبيا، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته. وفي 7 مارس 2016 وقعت اشتباكات بين عناصر تنظيم داعش والأمن التونسي استمرت عدة أيام وأسفرت عن مقتل 55 مسلحا واعتقال العشرات منهم إلى جانب الكشف عن مخابئ أسلحة وذخيرة. وتعيش البلاد حالة طوارئ مستمرة، حيث الاستنفار الأمني الشامل للقوات المختصة مع الإبقاء على حالة الحريات الفردية والجماعية واستمرار عمل المنظمات المدنية دون متابعات.